محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما زلنا نقف عند هذه الدار التي نسأل الله عز وجل أن ينجينا ويجيرنا بها ومن عذابها. قلنا لما وقفنا في وصفها، قلنا سنتعرض إن شاء الله لأسباب النجاة منها، ومن أول أسباب النجاة منها كلمة النجاة التي هي لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح وذكرنا في حديث عتبان بن مالك أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه نجاه الله، كانت له سترا من النار وكان من أهل الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه يقول لنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم هو النبي بيسمع لنا لقنوا موتاكم، يعني وقت الاحتضار. ووقت الاحتضار دي بقى تلقين الميت عايز فن. ما تقولوش لا إله إلا الله لأنه بينازع منازعة مش هيعرفها إلا لما يجي دور ويجربها. منازع هي سيدنا عمرو بن العاص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس عبد الله ابنه معه في وقت الاحتضار مع عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. بقول يا أبتي كنت دايما بتقول انا عايز اشوف واحد بيحتضر بس عاقل، يعني ايه بيتكلم معايا عشان يقول لي بالظبط هو حاسس بايه. وانت يا أبتي قل، وهو كانوا يتجردوا بقى في الواحد ده من العواطف عشان العلم. ايوه ابوه، وابوه بيموت بس عايز يتعلم، ما عايز ينجو لانه عارف يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، فعايز يتعلم. قال يا بني كاني عصفور على مقلاة، لا هو أمر بالطيران فطار ولا أمر له بالنوم فمات ومتع. يا بني والله لكأن السماء انطبقت على الأرض وإني لأتنفس من سم مخيط، يعني مخول إبرة. أمين. ده عمرو بن العاص، ده اللي احنا كمصريين كل منا مسلم في ميزان حسناته، ومع ذلك شوفوا ليه؟ قول لي يا ابني انا حاسس ان انا على مقلاه وتحتيه حراره، تحتيه حراره شديده قوي، عصفور. لا هو مات مرتاح ولا هو فك قيده وطار. يا ابني كان السماء انطبقت على الارض مش عارفه تنفس. خد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا لقنوا موتاكم لا اله الا الله، ده عايز افهم ما تقوليش قول لا اله الا الله، يقول لك لا. في ناس تبع مخلوق. لا حبذا من قال لا اله الا الله، طريق مباشر. اقول هو لا اله الا الله، لا اله الا الله. تبص قال انتبه معاك وجربناه وحفظنا حاجات كتير احتضار. وانت بتتكلم مع حد كده صديق بالسرور. فتقول لا اله الا الله، هو اللي قاعد معاك بيفهمك انت تقصد ايه. قالوا لنا فيرد عليك بقى ويقول لك والله احسن كلمه في الدنيا لا اله الا الله. سبحان الله، تبص تلاقي عيني جهزت كده وبيبص لكم، وبعدين تحس انه عايز يحرك بس في الوقت ده ممكن يكون لسانه كان جبل تقيل. ده كان اللي ما حدش فاضي كلام، بس وقت النزاعات دي ما حدش يعلم بيها الا الله. خد بالك، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبيه قوه، يعني كان جنبيه حاجه كده زي طبق فيه باب بارد، وبياخد ويضع على جبينه ويقول لا اله الا الله ان الحمد لله. فلقينوا موتاكم لا اله الا الله، اللي هي عند الاحتضار. نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، راح لعمه وقال يا عم خذها كلمه احاج لك بها عند الله يوم القيامه. بس عنده اثنين من المشركين ويقول له يا ابا طالب اترغب عن مله ابيك عبد المطلب؟ قال بل هو على مله ابيه وخرج الروح دون ان يقولها. ونزل قوله تعالى انك لا تهدي من احببت.
النبي صلى الله عليه وسلم يزور جار له يهودي شاب غلام، فلما صار قاعد جنبه أبوه الغلام ده اليهودي ده قاعد جنبه أبوه، فبقول له قل لا إله إلا الله، فجعل طرفا ينظر إلى النبي وطرفا ينظر إلى أبيه، فقال أبوه أطع أبا القاسم، اسمع كلام أبو القاسم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرج قوه وخرج النبي من عنده مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذ لي نفسا من النار، ثم قال لأصحابه عليكم بأخيكم فأحسنوا غسلة، بعد الوقت أخيكم أخيكم ما هي كلمة كده عايزة إيه؟ أحسنوا لأخيكم وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وادفنوه في مقابر المسلمين، يعني من قالها عصم في الدنيا وفي الآخرة، عصم في الدنيا وفي الآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قالها فقد عصم مني دمه وماله وعرضه الا بحقها. عشان كده لما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابو بكر انت بتقاتل جماعه بيقولوا لا اله الا الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها فقد عصم مني دمه وماله وعرضه، قالوا كملوا كملوا الحديث الا بحقها وهم منعوا الزكاة وارتدوا، يبقى مش إلا بحقها بقى، فاقتنع الصحابة وانطلقوا يجاهدون في سبيل الله في حروب الرد. يعني من قالها نعم من قالها عصم لكن إلا بحقها. عايز دليل آخر على من قالها عصم؟ كان في أحد الغزوات فر اثنين من المشركين، فتابع واحد رجل من الأنصار وتابع الثاني سيدنا أسامة بن زيد. الرجل من الانصار لما تبع صاحبه جه الرجل المشرك اللي تبع الانصاري وقال لا اله الا الله، فغمد سيفه الانصاري قال لا قال لا اله الا الله ماليش دعوه بيها، عند سيدنا اسامه الرجل قال لا اله الا الله فتبعه سيدنا اسامه، يستخبى وراء شجره يجيله من وراء يقول له لا اله الا الله يا اسامه، يروح جايله من الناحيه الثانيه لا اله الا الله يا اسامه، الى ان تغلب عليه اسامه بن زيد فقتله. الرجل الانصاري قال له بس ايه اللي حصل مين ده؟ انت مش واخد بالك من حديث النبي ولا ايه؟ انا اول ما نرجع هقول ايه النبي اللي حصل؟ وليد بن الفعل يا رسول الله حدث مني ان تبعت مشركا قال لا اله الا الله فغمدت سيفي، وتبع اسامه رجل من المشركين فقال لا اله الا الله فلا يزال اسامه معه حتى قتله، فاستدار النبي الى اسامه وقال يا أسامة قتلته بعد أن قال؟ قال يا رسول الله إنه كان يقولها تخوفا من سيفه، قال وما أدراك يا أسامة تاني؟ يا أسامة قتلته بعد أن قال؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال حجم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة، شفتوا الأمر حبيبي؟ لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمن، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مش من قتل ده من حرض على قتل ولو بشطر كلمه، يعني اقتل دي اربع حروف، من قال اق او تل يعني بشطر كلمه شجع على قتل او حرض على قتل حشر يوم القيامه مكتوب على جبينه اليائس من رحمه الله. بس البنيان ده مين اللي عمله؟ يبقى هو اللي احق بيه. انا كده اعطيت نفسي صفه من صفات الالهيه ولا ايه؟ إلا بنى البنيان هو الوحيد اللي له الحق في هدم البنيان متى شاء وبالطريقه التي يشاء. قال له يا اسامه كيف بك اذا جاءت لا اله الا الله تحاج عن مقتل صاحبها يوم القيامه؟ فندم ندما شديدا يقول اسامه فليتني لم اكن اسلمت قبل. فالامر ده عرض دماغي ممكن لعنات، ممكن لعنات تطار البلاد، ممكن تفضل في لعنات كده ما تعرفش انت الطريق مكتوب رايح لحد فين، بسبب دم واحد بس، بسبب واحد بس قتل كان يعبد الله وكان يقول لا اله الا الله، ممكن تطارد لعنات بلاد ويخشوا في كوارث ويخشوا في فقر ويخشوا في ضرب، خد بالك. فحته لا اله الا الله
ده من مقتضيات ان يكون اخا لك في الدين. من مقتضيات كذلك عشان تعرف ان كلمه لا اله الا الله مش كلمه تقالها حسب، انك تتبرا من كل مشرك ومن اهل الشرك جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حق سيدنا ابراهيم في سوره الزخرف ايه 26 تحديدا: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انا براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعله يرجعون. يبقى لازم يكون عندك تبرع من الشرك واهل الشرك، وهذا ما سنكمله في الغد ان شاء الله.